اذكر سبب ماذا يحدث إذا، ما النتائج، بما تفسر. أصعب أسئلة بتواجه الطلاب سنة رابعة ابتدائي عشان أول مرة ياخدوا الدراسات. هنتعلم طريقة حلوة نجاوب بيها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا بكم في نادي كل الستات، معاكم مروة حماد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أول مرة دراسات. أول مرة الولاد بياخدوا دراسات بتكون في سنة رابعة ابتدائي. الدراسات من المادة اللي سمعتها وحشة، للأسف احنا بنسوق لها وحش. ليه؟ ناس تقولك أصل دي مادة معتمدة على الحفظ، ناس تقولك أصل صعبة، أصل الخريطة، أصل مش عارفة ايه. فاحنا إن شاء الله واحدة واحدة كل فيديو كده هنبدأ نبسط مفهوم الدراسات عشان ما نجيبش عقدة للولاد فيها. دلوقتي أنا أهم سؤال في مادة الدراسات هو سؤال المقال. يعني إيه سؤال المقال؟ اللي هو سؤال المقال اللي هو بما تفسر أو ما السبب أو اذكر سبب أو علل باختصار كده ليه؟ هي دي سؤال المقال. سؤال المقال ده مرتبط بناحية عكسية بالسؤال التاني بتاع النتائج. مرتبط من ناحية عكسية، هنشرحها بالتدريج بالضبط مع بعض. دي السؤال بتاع النتائج. طيب نشوف كده يعني ايه. من اول حاجة يبدأوا الولاد ياخدوها في الدراسات موقع مصر، تمام؟ اهمية اتنين قرايب. دي السؤال دوت بيوصل لده وده بيوصل لده. يعني لو انا عارفة جزئية واحدة بس من السؤال اقدر اقوله دي كده اقسمها على جزئين، تمام؟ خلينا نمشي مع بعض واحدة واحدة. كلمة بما تفسر أو من الكلمات التقيلة، ماشي؟ فلازم لما أجي أنقلها لابني أقول له ليه؟ أنا بسألك ليه؟ ليه موقع مصر مهم؟ ليه التجارة مهمة؟ ليه وسائل المواصلات؟ خليكي سلسة، مش لازم تقفليها في وشه وتقولوا له بما تفسر، ماشي؟ خليها كده الأمور ماشية إيه؟ ببساطة عشان يبدأ يحب المادة. خلينا ناخد مثال. المثال بتاع التجارة، ده الكتاب الخارجي وده كتاب المدرسة، عشان لسه هنتكلم في نقطة تانية بينهم هما الاثنين. المثال بتاع التجارة يعني ايه تجارة؟ وبعد كده بيقال عملية التجارة لن تنجح الا في وجود وسائل نقل جيدة ومتنوعة. السطر ده كده، السطر ده اطلع عليه ثلاث اسئلة مختلفين. السؤال الاولاني ماذا يحدث لو مفيش وسائل مواصلات كويسة، لا توجد وسائل مواصلات، شبكة وسائل نقل جيدة. السؤال الثاني بما تفسر نجاح عملية التجارة. السؤال الثالث النتائج اللي ترتبت على وجود وسائل مواصلات جيدة. يعني السطر ده الواحد طلعنا منه ثلاث أسئلة مختلفة. ماذا يحدث إذا؟ ما النتائج المترتبة؟ بما تفسر أو أذكر السبب أو ليه؟ أتمنى الفكرة تكون واضحة. نقولها تاني دلوقتي. وسائل المواصلات نعتبر ان علبة الدبابيس ديت هي وسائل المواصلات. علبة الدبابيس ديت هي وسيلة المواصلات، مع انها اقول ان انا عندي قطارات وعندي عربيات نقل، عندي طرق برية وعندي قطارات وعندي وسائل نهرية نهر النيل وعندي طبعا نقل جوي، لكن احنا بنتكلم على التجارة جوه مصر، تمام؟ يبقى بنقل الجوي ده حاجة مستبعدة. عشان انا عندي ديت وعندي منها كتير، انا ما عنديش كتير بصراحه، مثلا عندي منها كتير، فعشان كده دول كده مع بعض هيسهلوا ان يكون في عمليه تجاره، تمام؟ كل واحده ماشيه في اتجاه هيكون سهل بالنسبه لي عمليه التجاره. طيب ايه اللي ترتب عليهم؟ يبقى انا عشان عندي دول نجحت عمليه التجاره، يبقى بما تفسر نجاح عمليه التجاره في مصر او رواج التجاره في مصر عشان انا عندي وسائل مواصلات. نيجي للشق الثاني من السؤال. طيب نيجي للشق الثاني اللي هو النتائج، مش الشق الثاني من السؤال، لا ده السؤال الثاني. ايه بقى ماذا ترتب؟ انا دلوقتي عندي دول، ايه اللي ترتب عليهم؟ اللي احنا اعتبرنا الثلاث علب من اشكال من الدبابيس دول ان هم وسائل مواصلات، اللي ترتب عليهم رواج التجاره، تمام؟ خلينا نرسمها كده مع بعض. هنحط في النص وسائل في المواصلات، ونعمل سهم لفوق سبب وسهم لتحت نتيجه. سبب نتيجه لوجود وسائل مواصلات حصل ايه؟ رواج للتجاره. رواج التجاره كان سببه ايه؟ سببه وسائل
المواصلات. تمام، يبقى عندي رواج التجارة كان سببه وسائل المواصلات، رواج التجارة كان سببه وسائل المواصلات، وسائل المواصلات كانت سبب في رواج التجارة. انا حاسه ان انا نفسي اتلخبطت. يعني دلوقتي عندي وسائل المواصلات توفرها ادى الى، نتيجته كانت دي النتيجه، رواج التجاره. طب ورواج التجاره كان سببه لوسائل المواصلات، ايا كان نوع وسائل المواصلات. تمام، يبقى دي اول حاجه النهارده. انا مش عايزه اطول في الدرس عشان كل فيديو يكون فكره بسيطه. اسئله المقال وضحوها، سهلوها، بسطوها في السن دوت. هاتلهم حاجات اشرح لهم كده اهو بوسائل، يعني بعلب دبابيس، بمشابك، ممكن يكون عندهم عربيات لعبه كتير، باي حاجه قدامك يعملها. كل سؤال في اسئله المقال لو حفظ الفقره على بعضها او فهمها، مش محتاج ان هو كمان يحفظها، هيقدر يجاوب وهيعمل عليها اجابات للثلاث اسئله اللي احنا قلنا عليهم، بما تفسر، وما النتائج المترتبه على، وماذا يحدث اذا. تمام، الثلاث اسئله دول من اهم ثلاث اسئله في مقال، بيجوا في امتحانات الدراسات، وبيكونوا عباره عن صدمه او نقله للطفل عشان دي اول مره دراسات، وعشان اول مره ياخد الثلاث اسئله دول. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات ثانيه. تابعوا المجموعه بتاعه الشرح التعليم الممتع ان شاء الله على هنا معانا على القناه على اليوتيوب من نادي كل الستات، وهتلاقوا فيديوهات ثانيه كتير بامر الله، هحطها لكم في ليست كلها عشان تبقى ورا بعضها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتقولوا لاصحابكم عليه وشير. ان شاء الله نكمل مع بعض في فيديو تاني، ايه الفرق بين كتاب المدرسه والكتاب الخارجي، وازاي اطلع من الكتاب المدرسي افضل نتيجه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.